صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي بوبير ميديا في كل مكان. يعني اهلا بحضراتكم في هذا اللايف اظهر الحقيقه يا رب. يعني دي يعني جملتنا في امام محكمه مرسى مطروح، طبعا ليه انتظار وساعات قليله جدا يعني في انتظار الجلسه الثانيه لاحمد فتوح لاعب نادي الزمالك طبعا ومنتخب مصر، بعد طبعا يعني الانتظار في الحكم عليه بعد قتل شخص بالخطأ على يعني 10 كيلو في طريق الساحل الشمالي. طبعا يعني امام حضراتكم احنا دلوقتي امام محاكم مرسى مطروح زي ما حضراتكم شايفين، يعني في انتظار طبعا وصول لاعب نادي الزمالك السابق احمد فتوح. يعني دقائق قليلة طبعا وتبدأ ثاني جلسات أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المتهم في القتل بالخطأ. طبعا يعني زي ما قلنا لحضراتكم ان النهارده ثاني جلسات يعني احمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد قتل شخص بالخطا على طريق 10 كيلو بالتحديد لطريق الساحل الشمالي ومرسى مطروح. طبعا يعني احمد فتوح الحكايه ان هو كان جاي من يعني الساحل الشمالي، طبعا خبط واحد على طريق الساحل الشمالي، طبعا يعني الراجل يعني عفوا عن اللفظ اتقطع لاربع اجزاء، يعني جزئين جوه عربيه فتوح وجزئين خارج العربيه. طبعا يعني المرحوم يعني يدعو السيد احمد السيد، يعني كان راجع من عمله وبعد ما انتهى العمل كان معدي الطريق طبعا احمد فتوح خبطه لي يعني اتقطع لاربع اجزاء. يعني النهارده يعني ثاني الجلسات، فاول الجلسات طبعا اللي تابعنا شاف اللايفات اني تم تاجيل طبعا ليومنا هذا 16/9/2024. طبعا كانت اقوال احمد فتوح ان انا ما كنتش سايق على السرعه العاليه، كنت ما يعني ماشي على السرعه المحدده واني ما كنتش قادر يعني ما كنتش قادر اتفاداه وحاولت ان انا اتفاداه لكن ما قدرتش طبعا وخبطته غصب عني. دي كانت اقوال احمد فتوح بعد سؤال طبعا يعني القاضي له. طبعا لسه الصلح ما تمش ما بين اهل يعني المجني عليه طبعا السيد احمد السيد، لسه الصلح ما تمش لكن اداره نادي الزمالك طبعا يعني بتحاول ان هي تعمل صلح وان هم اهل المتوفي ان هم ياخدوا الديه الشرعيه طبعا للتنازل عن هذه القضيه. طبعا النهارده يعني بنسبه 90% ان المحكمه هتقول يعني حكمها النهارده على احمد فتوح. هنتابع مع حضراتكم طبعا يعني هنتابع مع حضراتكم النهارده الحكم وكل تفاصيل الجلسه الثانيه لاحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. وايضا يعني فتوح اتورط في قضيه ثانيه وهي بعد ما خبط الراجل تم تحليله لتحليل المخدرات وطلعت ان هو بيتعاطى حاجه اسمها جوهر الحشيش، يعني ماده مخدره اسمها جوهر الحشيش. جه فتوح يعني بعد التحليل معمل الجنائي طلع ان احمد فتوح بيتعاطى يعني المخدرات. طبعا تم حبسه، طبعا رجال طبعا الشرطه على طول والاسعاف جم على طول لمكان الحادث، طبعا شالوا جثمان السيد احمد السيد ويعني تحفظوا على احمد فتوح. وعليكم السلام. يعني وكان في الاولى الجلسات قلنا حضراتكم ان كانت اقوال احمد فتوح زي ما القاضي ساله اني ما كانش قصدي ان انا يعني اخبطه وحاولت اتفاداه واني كنت ماشي على السرعه المحدده يعني بس، لكن ان يعني السيد احمد السيد ربنا يرحمه طبعا ويغفر له
ويدخلوا فسيح الجنات، ويعني اتقطع لأربع أجزاء، يعني حتى جزئين دخلوا جوا العربية وجزئين خارج العربية. يعني أمعاء السيد أحمد السيد كانت داخل عربية فتور، دي ما يعني زي ما قال يعني الدفاع طبعا يعني زي ما قال محامي الضحية ان ده مش ما كانش السرعة طبعا المحددة اللي كان ماشي عليها فتور، طبعا اثر ان هو يعني خبط الراجل واتقطع لاربع اجزاء. طبعا بهذا القدر انتهينا مع حضراتكم، تابعونا في لايفات جديدة طبعا، هنقول لحضراتكم على كل ما يحدث في الجلسة الثانية لأحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر.